احنا حارسين كهيئة فرعية للانتخابات بمدنين وكذلك بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علاش احنا قاعدين نوفر في هالظروف هذية؟ لأننا ساعين إلى تكريس الحق الدستوري المتمثل في حق الترشح، ساعين باش يكون على أحسن ما يرام وعلى أحسن وجه. أنا نطلب في هذا الإطار من جميع المواطنين، من جميع أهالي جهة مدنين، كل من يرى أن شروط الترشح للمجالس المحلية تتوفر فيه، ما عليه إلا يترشح، لأن الأجل مازال مفتوح ويمتد إلى حد يوم 1 نوفمبر. الترشحات التي قدمت من جميع المعتمديات، ما عندناش إلى حد الآن معتمدية ما شملتهاش مطالب الترشح، وقاعدين نسعوا تو احنا كهيئة ندرسوا في الملفات يوميا، وكي لاحظوا ثم نقائص يمكن تجاوزها أثناء رجوع المترشح لتحيين ملفه يقع الإشارة عليه، نشير نحن للعون والعون يشير عليه باستكمال تلك النقائص حتى تكون الملفات جاهزة بداية من تاريخ اليوم الأول للبت. الهيئة الفرعية تهدف إلى مرافقة المترشح قصد إنجاح الملف متاعه وضمان قبوله من طرف الهيئة. البت ستنطلق بداية من 2 نوفمبر. سجلنا في اليوم السادس لقبول الترشحات بمركز قبول ترشحات بمدنين اللي هو المركب الشبابي طريق جربة مدنين، 73 مطلب ترشح إلى حد الآن. العملية هذه انطلقت يوم 23 أكتوبر تتواصل إلى 1 نوفمبر من 8 صباحا إلى 8 مساء. يؤمنها فريق قرابة 90 إطار تحت إشراف الهيئة والمدير الجهوي لتأمين العملية هذه. يتم استقبال المترشحين عبر تسجيلهم في السجل اليدوي ومكتب الضبط، ثم إدراجهم بالمنظومة لمعرفة الوثائق والإخلالات الناقصة، ويتم الإصلاح حينيا إذا الوثيقة متوفرة عند المترشح. انطلقنا في النظر في الملفات في شروط الترشح، ننظر في الملفات الترشح في الوثائق الموجودة في الملف لكل مترشح. لاحظنا بعض الإخلالات، قاعدين نسجلوا في الإخلالات هذه باش نعلموا بها كل مترشح يجي يكمل الملف نتاعه. كذلك ننظر في التزكيات، ثم بعض الخلل في التزكيات قاعدين نشوفوا فيه، وإن شاء الله باش نواصل نتصل مع المترشحين الكل نعلموا بالإخلالات نتاعه. تقريبا 60 ملف اللي نظرنا فيهم، إن شاء الله معناها نحينوا معناها المعطيات نتاعهم. يعني تم انسجام كان بين أعضاء الهيئة، سواء اللي يقبل الترشحات سواء الجريديك معناه ينظر في الملف من جانب القانوني، سواء اللي يدعى الملفات في مكتب الضبط.